أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن قصة من الأساطير، هي قصة قصر البارون. هنتكلم النهاردة بشكل مفصل عن قصة قصر البارون الحقيقية وكل القصص المرعبة اللي بتحكي عنه واللي اتنقلها الناس قديما. في نهاية القرن 19 حضر على متن سفينة جاية من الهند المليونير البلجيكي إدوار إمبان، اللي كان بيحمل رقب البارون اللي منحه ليه ملك فرنسا تقديراً ليه على جهوده في إنشاء مترو باريس، لأنه كان مهندس مميز. كان البارون بيحب السفر والترحال، فوقع في غرام الشرق وعشق الهند وعاش فيها سنوات طويلة، وقرى كتير عن الأساطير القديمة، ومن هنا جاء قراره بالبحث عن مكان تاريخي أقدم من الهند ليزوره، فما لقاش غير الحضارة المصرية القديمة. وصل البارون إلى القاهرة وعشقها لدرجة الجنون، واتخذ القرار انه هيظل في مصر حتى وفاته، وكتب في وصيته ان يدفن في تراب مصر حتى لو مات خارجها. بحث البارون على المقر يقيم فيه داخل القاهرة، وقع اختياره على مكان في الصحراء بيتمتع بصفاء الجو والهواء النقي. درس الطراز المعماري اللي هيبني بيه القصر عشان يكون قصر ليس له مثيل في التاريخ، واشترى تصميم غاية في الروعة من الفنان ألكسندر مارسيل، وكان بيجمع بين الطراز الأوروبي والطراز الهندي. بعد كده سلم التصميم لمجموعة من المهندسين الإيطاليين علشان يبدأوا في بناء القصر على ربوة عالية في الصحراء. بعد 5 سنين استلم قصر غاية في الروعة، فخم جدا، الشرفات بتاعته مزينة بتماثيل مرمرية على شكل أفيال، وفيه برج بيدور على قاعدة متحركة دورة كاملة كل ساعة، وبيتيح للجالس بيه مشاهدة ما حوله في جميع الاتجاهات. اللافت في الأمر أن القصر تم إنشاؤه بحيث لا تغيب عنه الشمس أبدا. معظم الأقاويل أكدت أن قصر البارون هو بيت رعب حقيقي، وبيسمعوا فيه أصوات تحريك الأساس بين الحجرات في منتصف الليل، وتضيء فيه أضواء فجأة في الساحة الخلفية وبتنطفي فجأة. وبواب العمارة المواجهة للقصر قال أن الأشباح بتظهر بالليل وما بتديش فرصة لأي شخص إن يفضل في القصر مدة طويلة مهما كان الثمن. سنة 1982 شاف العديد من المرة دخان بيخرج من الغرفة الرئيسية بالقصر، وبعدين دخل في شباك البرج الرئيسي للقصر علشان يظهر وهج نيران واضح، وبعدين ينطفي لوحده من غير ما حد يتدخل. ممكن يكون السبب وراء الغموض والرعب ده إن الغرفة المسحورة اللي منع البارون إمبان جميع الأشخاص من دخولها، حتى بنته وأخته البارونة هيلانا، هي الغرفة الوردية في بدروم القصر، والغرفة دي بتفتح أبوابها على مدخل السرداب الطويل اللي بيمتد لكنيسة البازديك واللي اتدفن فيها البارون بعد وفاته. وكمان اللي زاد الأمر غموض، أخت البارون لما وقعت من شرفة غرفتها الداخلية واللي ملى البيت أشباح. وكان البارون بيدور برج القصر ناحية الجنوب، وهنا توقفت القاعدة عن الدوران بعد ما هب البارون لاستطلاع صوت صرخات أخته، ودي كانت الشرارة الأولى لانطلاق قصص الجن والأشباح اللي بتخرج من غرفة أخت البارون لغرفته الشخصية. وفي قصص بتقول إن روح البارونة هلانة غضبت بسبب تأخر البارون في إنقاذها، وعطلت دوران التروس بتاعة البرج الداير، ومن ساعتها البرج ده مدارش تاني. وفي بعض الأقاويل بتقول إن في أصوات بتصدر من القصر ليلاً لصراخ البارون وأخته، والناس بتحكي إن البارون حاول تحضير روح أخته للاعتذار منها، إنه يعني ما قدرش ينقذها بعد سقوطها من غرفتها، وإن روحها ما قبلتش الاعتذار، وده اللي دخله في حالة من الاكتئاب اللي أدت في النهاية لوفاته. اتصور في القصر العديد من مشاهد الرعب المخيفة زي أفلام مصاص الدماء والكونت دراكولا، وكتير من المشاهد اتصورت في الأوضة الدموية اللي موجودة في بدروم القصر. والقصص الشهيرة لقصر البارون ما اقتصرتش على مصر بس، ولكنها انتشرت لجميع أنحاء العالم.